يسعى ليفربول الإنجليزي إلى تحقيق فوزه الأول في اليوروبا ليج عندما يحل ضيفا اليوم على روبن كازان الروسي ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية للبطولة. ويحتل الفريق الإنجليزي المركز الثاني في المجموعة بثلاث نقاط جمعها من ثلاث تعادلات متتالية، بينما يحتل النادي الروسي المركز الثالث برصيد نقطتين. ويأمل المدرب الألماني يورغن كلوب في تحقيق انتصاره الأوروبي الأول مع الردز بعد أن نجح في حصد أول ثلاث نقاط له في البريمير ليج أمام تشيلسي مطلع الأسبوع الحالي. وفي بقية مواجهات الليلة يستضيف توتنهام الإنجليزي ضيفه أندرلخت البلجيكي، ويستضيف نابولي الإيطالي نظيره ميتيولاند الدنماركي.